الحركة البدنية في التعرف على طرق على طول المدة المدة على طول المدة التي تستغرقها ضربات قلبك للعودة إلى معدلها الطبيعي بعد ممارسة التمارين الرياضية. وتعرف هذه الطريقة باسم استرداد معدل ضربات القلب. هذه اسمها بمكتسبات قبلية، استدير معلومات لازم يكونوا عند التلميذ باش يابوردي لو تي بي سينو سي با لا بان. لا ميم شوز هنا، معلومات اخرى بالصوره وبالتعبير. ثم اون بريبار لو ماتيريال كي فو يوتيليزي. لو ماتيريال كي فو يوتيليزي هذا هو سيت ان كابتور. ها هو الكابتور. Donc, le capteur il est là. L'élève prend les manettes à dos et il va commencer à travailler. On introduit le capteur. On appelle comme Soro qui va le faire. C'est là, même la sécurité pour l'élève. C'est fini. وضع التوقعات يعني نشوفوا رأي التلميذ في هذا الوضعية، ومن بعد نعطوا له الحقيقة مش نعطوها له، يكتشفها باستخدام الجهاز. دونك هو يكذب نفسه بلا ما يكذب الأستاذ، هو يصحح المعلومات نتاعو بلا ما يصحح الأستاذ. إذا هنا برأيك كم سيكون معدل ضربات قلبك عند الراحة أثناء استرخائك على كرسي؟ شحال يكون؟ 70 60 40 كل واحد شحال يقول؟ يكتبها هنا. لاحظوا عندنا هذا الاسباس اللي انتراكتيف، استاذ ليلى كيمس بصباعه سي تاكتيل سي انتراكتيف، تاكتيل انتراكتيف يدور، استاذ يحط صباعه هنا واش يجي جهه الترافي فيزوال. هذا الترافي فيزوال يبو ريبوند، شحال ريبوند هنايا سيكون معدل ضربات قلبي مثلا 60، ويكتب 60 اي فاليد، 60 ضربة في الدقيقة اي فاليد. ويزيد يكمل السؤال اللي بعده، عفوا قبل نروحوا هنايا كاين هذا لوتي باسكو سي ان لوجيسيال كوم تو لي زوت لوجيسيال، عنده دي زوتي. الوغ اي فا يوتيليزي سيت لوتي كي ني كون كاميرا. راك شوفوا الشكل تاعها، يعكس عليها. الوغ سا فا بروندر اون ايماج دو ليكرون. دونك لا كيستيون ولا لا ريبونس على لا كيستيون اي فيجي اي سرا دون le rapport de l'élève. زيد الصفحة اللي بعدها. برأيك كيف سيتغير معدل ضربات قلبك أثناء فترة الراحة عندما تمارس الجري؟ كيف يجاوب هنايا؟ يقول مثلا تكون 80 وي فاليد اي بروين ايماج. يزيد يروح للوتر 12 وهكذا. برأيك كم طول المدة التي تستغرقها استرداد المعدل الطبيعي لضربات القلب بعد ممارسة التمارين الرياضية؟ تصدير ابري ان افور، واش تقول المدة هذه باش تكون ريكوبيري؟ صحاب سبور يعرفوها، دي مينوت ولا ان كاردور والقلب تحت يضرب ولا اكثر ولا اقل. دونك يجاوب التلميذ يقول مثلا ستستغرق 10 دقائق، اي نوت برون دي مينوت 10 دقائق اسباس ويدير دقائق لا اي فاليد اي برو اون ايماج ويزيد يروح للصفحه اللي بعدها الاعداد. الان وصلنا الى التجربه الحقيقيه. سيتي دي بريدكشن يعني دي توقعات من قبل. الان يقول له جلس على كرسي، امسك مقبضين مستشعر معدل ضربات القلب، ثم بمجرد البدء بتسجيل الكلام، ثم حافظ على ثباتك باش القلب تاعك ما يضربش. بعده روح للصفحه التاليه. عندك هذا البوطون اللي كنا نشوفوه من قبل، يفو لو برونشي. انا دركا سي غري، دونك سي با انتراكتيف. جو بو با، سا مدون با لا مان كيما نقول، سا مدون با لا مان بور لونسي لوبيراسيون. يقول تضغط على الزر اللي بد تسجيل ضربة القلب وتكمل. دونك مثلا كملت اكثر من هذه، عندي تجارب اخرى زدت. نظن نزيدوا الصفحة اللي بعدها.